بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل فهرس للمجلة. فأنا الفهرس بيعتمد على إيه؟ إن أنت عامل عنوان رئيسي وعنوان فرعي، فبيبدأ يحطهم لي هنا، تمام؟ فأنا ممكن أجي هنا على العنوان دوت، وأروح مختار هنا من الفقرات، أبدأ أختار الحاجة اللي أنا عايزها. يعني مثلا ممكن أقول له هنا إندكس مثلا، تمام؟ وأروح مظبط مثلا الارتفاع اللي أنا عايزه، وليكن مثلا 18، وأقول له مثلا ده أنا عايز اللون بتاعها مثلا أسود، تمام؟ وبعد كده هاجي هنا في اللي أوت، أقول له تيبل أوف كونتنتس. فهو بيقول لي انت ايه الستايل اللي انت عايزه يبقى موجود هنا، فبقول مثلا الاندكس وهيد 4 تحتيه وهيد 3، فده هيبقى الحاجات تحتيه هتبقى مترتبه بالطريقه ديت. وبعد كده بقول له اوكي، فبيبدا يعمل لي الفهرس بالشكل دوت، تمام. يبدا ياخد العناوين والحاجات ويحطها بالشكل دوت. ممكن ابدا اقول له مثلا ادهم لي لون اسود او اي لون اهومت، دي الشغل اللي عندي. اقدر اجي هنا في اي وقت اقول له تيبل ابديت، اعمل ابديت، اقول له تيبل اوف كونتنت، وابدا اختار الاسم وابدا اختار الستايل اللي انا هشتغل عليه، تمام. واقول له اعمل كرييت بي دي اف مارك ماركس، تمام، بالشكل دوت. ممكن اقول له لا انا عايز اغير الستايل، بدل الستايل دوت الستايل اللي يبقى موجود هو مثلا الستايل التايتل مثلا، تمام. اوكي يس، يبدأ يظبطهم لي. وانا ممكن في الاخر بس ايه، لو انا عايز انسق حاجة انسقها. دي فكرة ان انا اعمل فهرس. ممكن تلاقي كتابة فيه تكست مثلا ضرب منك، تقول له اريل، وتروح تشوف الكتابة دي موجودة فين وتظبطها، عشان مش كل مرة تظبطها مانوال. تقول له مثلا عايز تكست مثلا 10، لا 10 خلاص خليها مثلا 24 مثلا، تمام.